inşallah güzel konuşuruz. Bugün de bazı haberler çıktı. Eski aşk ve estetik haberlerinizi sileceğinize dair internetten. Nasıl kalıyor haber yapıyorsunuz ki? O yüzden söyleyecek bir şey bulamadım. Yani bir doğruluk payı yok değil mi onunla ilgili? Yok. نجمة هاندا ارتجل في آخر ظهور لها كانت برفقة شقيقتها غمزة وأصدقائها. انزعجت هاندا من أسئلة الصحفيين وقالت لهم تكتبون الخبر من أنفسكم ثم تسألون عنه، هذا الأمر مزعج للغاية. ويرجع سبب انزعاج نجمة هاندا ارتجل من الصحفيين لما قام أحد الصحفيين بسؤالها عن الأخبار المنتشرة مؤخرا عن أنها سوف تقوم بحذف صورها القديمة وعلاقتها من مواقع التواصل الاجتماعي. La 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 la.